بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم المهندس محمد الحضري من نيوكليس أكاديمي، وإن شاء الله هنبدأ كورس ساينتفك كومبيوتينج، أو هنبدأ نركز فيه أكتر على الكورس بتاعنا. الكور بتاعه هو النيوميريكال ميثودز. طيب الانترودكشن بتاعت الساينتفك كومبيوتينج، إن أنا بعتمد على الساينتفك كومبيوتينج ليه؟ اللي ما يعرفش موضوع الساينتفك كومبيوتينج، أنت بتعتمد عليه في حاجات كتيرة جدا في ابلكيشن حياتك العاديه، حاجات كتيره بتقابلها ممكن ما تعرفش انها بتعتمد على الساينتفك كومبيوتنج. مشاكل كتيره ممكن نحلها عن طريق الساينتفك كومبيوتنج، ولكن الساينتفك كومبيوتنج الكور بتاعه هو النيوميريكال ميثودز، ان انت بتسلكت النيوميريكال ميثودز المناسبه اللي تقدر عن طريقها ان انت تعمل الساينتفك كومبيوتنج. اذا النيوميريكال ميثودز دي هي التول اللي يقدر بيها، اللي انا اقدر بيها احل مشكله، اوصف مشكله، اغير وضع حاجه شغاله بطريقه مش كويسه. فبالتالي ده كور في بالنسبه لي للانجينيرنج كونسبت عامه. الانجينيرنج كونسبت عامه بيعتمد على حل المشاكل بشكل رياضي، ولكن ازاي يبقى عندي مشكله قائمه وابدا ان انا اوصفها بالشكل المناسب او بالموديول المناسب او بالموديل المناسب، عشان ابدا ان انا بعد كده احلها واخد فيها القرار المناسب. هو ده الهدف بتاعنا من الكورس ده. المفروض بعد لما احنا بنخلص السيشن دي لازم تبقى انت قادر اوصل لك حاجتين. اول حاجه ان تكون فاهم كويس جدا مدى الحاجه كمهندس الى النيوميريكال ميثودز، تبقى عارف ليه انا محتاج النيوميريكال ميثودز دي في حياتي العمليه. مش بس العملية، ده انت كراجل مهندس لو قابلتك حاجة في حياتك الشخصية او في حياتك عامة تقدر ان انت تحلها بشكل هندسي، ان انت اسمك مهندس، والمهندس هو ساحر بالنيوميريكال ميثودز. تاني حاجة ان احنا هنتعلم فيها ايه هي مراحل حل المشكلة. يعني مشكلة عندي مش مجرد انت بتحل المشكلة كده بشكل عشوائي او زي ما يجي لك فكرة دلوقتي، طب ما نعمل كذا، لا نسيب دي، طب نعمل كذا، لا. الموضوع ان احنا لازم نشوف ايه هي المراحل وهنتعلمها وكمان هنطبقها. ده المهم، ان احنا نكون التو بوينتس اللي انا محتاج ان انت ان شاء الله بعد ما تخلص السيشن ده تكون فاهمها كويس. طبعا ده انترودكشن لكورس كبير ان شاء الله، هنبدا واحده واحده فيه بحيث ان احنا ان شاء الله نغطي كل النيوميريكال ميثودز الموجوده والابلكيشن بتاعتها، والكورس ده ان شاء الله هيركز اكتر على الابلكيشن. لان احنا مفتقدين في دراستنا الى عمليه الابلكيشن، ان انت ازاي تبقى عندك مشكله تقدر تحولها لمعادله، ازاي تبقى عندك ازمه في مصنع او حصلت مشكله جدت عليك وعايز تحلها تحولها لايكويشن، هتعمل ده ازاي؟ هو ده اللي احنا هنتعلمه مع بعض عشان نقدر ناخد فيها القرار. هنبدا باول حاجه او اول توبيك بالنسبه لي اللي هو ليه النيوميريكال ميثود؟ ليه انت عايز تتعلم نيوميريكال ميثودز؟ او ايه هي النيوميريكال ميثودز اصلا؟ تمام؟ النيوميريكال ميثودز دي احنا محتاج نتعلمها كمهندس ليه؟ اول حاجه لان مثلا ممكن تقابلني مسائل ملهاش حل. ملهاش حل دقيق، ممكن ان هو امشي فيه للاخر. عامة الحياه العمليه ما هياش مجرد سيمبل ماثيماتكس، لا. ده فيها كومبليكيشن كبير، في حاجات بتخش معايا بتعمل انترفيرنس حاجات كتير، فبيظهر عندي موديولز ضخمه محتاج ان انا يكون عندي القدره او التول اللي انا افتح بيها الباب ده. ما انا مش هينفع افتح الباب غير لما يكون معايا المفتاح المناسب. هي دي نيوميريكال ميثودز. دي حاجه. تاني حاجه بيقابلني في حياتي العمليه مسائل وحاجات، سواء كنت مثلا بحضر ماستر، بعمل بي اتش دي، ابلكيشن موديلنج اند سيميوليشن، بنبص نلاقي فيها موضوع معقد جدا لان في عندي فاكتورز كتيره وحاجات داخله، وكل ده عشان اقدر اجنريت موديل بسيط او موديل اللي انا اقدر اعتمد عليه. فبالتالي الموضوع ده مهم جدا يا جماعه. نتيجه ان الكومبليكيشن دي، فانا محتاج برضو النيوميريكال ميثودز تكون معايا اقدر ان انا احل بيها هذه التعقيدات. ده بالنسبه للهدف. بالنسبه للجزء الثاني هنبدا نركز فيه على ايه هي الخطوات الطبيعيه اللي انا اقدر امشي فيها اما اجي تقابلني مشكله كراجل مهندس. اللي احنا اتعلمناه او القاعده الرئيسيه في حل اي مشكله هو رقم واحد التوصيف الصحيح الواضح لهذه المشكله. ليه؟
لان انت لو ما وصفتهاش صح عمرك ما هتعرف تحلها صح. دي قاعدة عامة لازم كلنا نحطها. مش بس كده، مش شرط انت تكون بتتخذ فيها القرار، فبالتالي طالما انت لو انت عملتها للي فوقيك او للابر مانجمنت، هو اصلا انت وصفت له المشكله بشكل ناقص، ازاي ياخد فيها هو القرار؟ مش هيعرف برضه ياخد فيها القرار الصح. فبالتالي اول حاجه لازم نتعلمها كلنا كمهندسين، لازم ابقى عارف اوصف المشكله بشكل صح 100%. دي اول حاجه. تاني حاجه بعملها هي ان انا ابدا اجنريت الماثيماتيكال موديل. ده شيء طبيعي، اشوف الموديل اللي ماشي عليه السيستم ده، الموديل اللي تسبب انه يحصل المشكله دي وعالجه، ببدا ان انا جنريته. دي اول حاجه. يبقى انا لازم اكون عندي القدره على الربط ما بين الحياه عامه او الابلكيشن بتاعي والرياضه. لازم ابقى عارف انقل ده من الحياه العمليه والكون الطبيعي والحياه اللي كلنا عايشين فيها الى ايه؟ equations. يبقى انا لازم نتعلم الكلام ده، هنتعلمه ان شاء الله مع بعض. فلازم ان انا ابدا اجنريت الماثيماتيكال موديل. بعد كده اكيد بعد ما هجنريته هعمل بيه ايه؟ احله. طب انا اصلا ما بين ان انا اجنريت الموديل وعايز احل الموديل، يبقى انا لازم يكون معايا تول احل بيها الموديل ولا ايه؟ يبقى انا لازم ان انا عشان خاطر يكون عندي القدرة على الحل ان يكون عندي الطريقة. ده الكور الرئيسي، ان انا بكون بتعلم النيوميريكال ميثودز لما تقابلني مشكلة او يقابلني موديل معين. لا ده انا عارف هحله ازاي او ايه هي الطرق المتاحة، ايه عيب الطريقة دي، ايه ميزة الطريقة دي. انا هتجه الاتجاه ده عشان كده، يبقى انا فاهم كويس انا رايح فين. وبالتالي قوة الموديول، وانا اخترت يعني قوه الموديول كتحويل، ان انا حولته من الحياه الواقعيه لايكويشن، في نفس الوقت قدرت اسلكت الطريقه المناسبه. كل ده بيصب في الاخر ان انا اقدر اقول او اخد ديسيشن ان خلاص ان انا اقدر استخدم السوليوشن ده. تمام. يبقى هي دي زي ما قلناها، هم دول الاربعه من كونسبت بتوع الايه، الانجينيرنج بروبلم، solving of engineering problem. هنبدأ بقى، خلاص احنا كلمنا نظري شوية، فهمنا الدنيا ماشية ازاي، نبدأ بقى نشوف ايه مثال عملي. خلاص يا عم انت قلت لنا الدنيا ماشية ازاي في numerical methods، فهمنا يعني ايه ان انا اقدر احل مشكلة. طب ما تيجي نشوف بقى مشكلة حقيقية كراجل قابلت راجل مهندس وهم عايزين ياخدوا فيها قرار، ازاي قدر ان هو يعمل بقى الاربعة كونسبت دول، قدر ازاي يطبقهم في الحياة العملية وفي نفس الوقت قدر ياخد بيهم في الاخر ايه القرار. جميل قوي. نبدا بالاكزامبل بتاعنا. طبعا ده منظر ايه كباري، بتبقى عشان معموله فوق الايه، المجاري البحريه. المجاري البحريه دي هو دلوقتي مش عايز يوقف السكه بتاعه الايه، المجرى البحري، والارتفاع بتاع الكوبري ده مش عالي لدرجه ان هو يعدي من تحت منه كل الايه، كل القوارب او السفن اللي بالارتفاعات دي، فبيضطر ساعات ان هو ايه يفتح الايه الجيتس دي او يفتح الكوبري ده عامه. طبعا دي موجوده كتير في اوروبا، موجوده كتير في امريكا، دي مجرد فكره متوسطه. مشكلتنا بقى فين؟ مشكلتنا في فلوريدا. هو ده نفس الشكل، حاجه اسمه باسكول بريدج. زي ما احنا شايفين هنبدا نفوكس عليه، ده كان في فلوريدا وكان فعلا في كونتراكتور واخد الموضوع وبادئ بيركب الدنيا والدنيا ماشيه عادي جدا، ما فيهوش عنده اي مشكله. طريقه تثبيت البريدجات دي زي ما احنا شايفينها بتعتمد اصلا على الميكانيزم ده، بتعتمد على الهب. الهب ده بيبقى عباره عن جزء شافت عادي جدا بيخش جوه الترانيوم زي ما احنا شايفينه اللي هو الجزء ده، وبعد كده يعني ده الترانيوم، سوري هنبدا تاني الحته دي هتتعاد تاني يا جماعه. الباسكول بريدج ده هنبدا نركز فيه على نشوف الميكانيزم بتاع التركيب بتاعه عامل ازاي.
هو مكون من 3 أجزاء زي ما احنا شايفين، مكون من الترانيوم اللي هو الجزء الايه الدائري ده عبارة عن شافت، وبعد كده جزء تاني اللي هو الهب، يعني الشافت ده بيخش في الهب اللي هو الجزء ده، وبعد كده في الجرايدر اللي هو ماسك في الايه ماسك في الجزء الاخير. طيب نشوف بالظبط بقى شرح الميكانيزم ده ازاي. اول حاجه لما انت بتعوز تركب السيستم ترانيون هاب جرايدر ده اسمبلي، البروسيجر بتاعته ازاي؟ اول خطوه بيجي على الترانيوم ده يغمره في دراي ايس الكحول ميكسشر، يبقى هو بيخش يغمره في الايه في الجزء ده. ليه؟ لان احنا عارفين ان معظم المعادن بتنكمش بالايه لما بتيجي انت تنزل درجه الحراره، وبتتمدد بالايه لما تزود انت درجه الحراره. فكل الفكره ان هو هيبدا يجيب الترانيوم ده يحطه او يغمره في دراي ايس الكحول ميكسشر بحيث ان هو ينزل درجه الحراره بتاعته، فيبدا يحصل له ايه كونتراكشن. الكونتراكشن ده بعد كده يبدا يقوم جاي مدخله فين؟ ها هيدخله في الحته دي، الله ينور. اما يجي يدخله في الحته دي يبدا يعمل له وورمنج اب للترانيوم، فيبدا ان هو يبدا ياخد ايه يتمدد بقى، فيبدا يمسك بشكل ممتاز جوه الايه جوه الهب جوه الهب. يجي بعد كده ياخد الهب، هو خلاص راكب ده ركب بتاعي بالمنظر ده، ياخد الهب بنفسه وبنفس الميكانيزم يحطه ويغمره في دراي ايس الكحول برضو، ينزل بيه درجه الحراره عشان خاطر يخليه ينكمش، ويبدا يدخله بعد كده في الايه في الجرايدر. يبقى ده الجزء الايه ده الميكانيزم ببساطه، ما فيهوش اي نوع من الاختراق. المشكله جت في ايه؟ ان هو جه بعد لما عملوا كولينج للترانيوم يدخلوه جوه الهب، بصوا لقوا حاجه حصلت معاهم غريبه جدا، ان هو استك. استك يعني ايه؟ هو دخل في مكانه بس ما دخلش للاخر، وبدا مسك بقى خلاص، يبقى انت في عندك مشكله. نروح نسيب الحته دي شويه وننتقل بقى للايه للكونتراكتور والقصه دي شويه. الكونتراكتور ده واخد عقد ان انا بقى ايه عشان خاطر اعمل البريدج. جميل قوي. الواحده من دي الميكانيزم ده كده يا جماعه مكلفه $50,000. $50,000 في ده، فلو ده داخل اصلا عمل ستاك ومعرفش ان هو يعمله، فكل الميكانيزم ده اترمى، هيضطر يجيب واحد تاني ب $50,000. تمام، دي اول حاجه. تاني حاجه لو انت هيحصل عندك تاخير، انت في ميعاد للتسليم، فده اوريدي انت بعت تجيب حاجه هتبدا تاخر. بص التكاليف وصلت ليه، يبقى انت عندك دلوقتي مشكله مش قليله. يجي بعد كده للنقطه بقى ايه، طب هي اصلا السؤال بقى اللي نساله نفسنا، او ايه هي المشكله؟ هو حصل المشكله ان هو استك. جميل قوي، يعني انا حطيت الترانيوم جوه الهب حصل له استك. طيب ليه حصل له استك؟ طب ناخد فكره هو الدنيا اصلا ماشيه ازاي. لقوا ان انا محتاج، او ان الكونسلتنت قال ان انا محتاج حوالي 0.015 انش كليرنس، يعني انت محتاج ان الجسم ده اللي هو بتاع الترانيوم يحصل له كونتراكشن تقريبا بمقدار 0.015 انش. جميل قوي، او زياده طبعا، لان انا كل ما ابقى في الامان هيبقى احسن، عشان لما يجي يحصل له ورمنج يبدا ياخد الايه الوضع الطبيعي بتاعه، فيمسك كويس جدا فيبقى انا كده خلاص وصلت للي انا محتاجه. ده بالنسبه للجزء واضح واضح. طب ما تيجي بقى بداوا يبصوا على انت ككونسلتنت عامل الكالكوليشن بتاعتك ازاي، يعني انت قدرت ازاي تحسب الكونتراكشن ده كافي ان انت تقول لي احطه في الدراي ايس الكحول وهسيبه درجه الحراره تنزل لدرجه معينه، وبعد كده ابدا ان انا اقول لك انت خلاص حصل عندك كونتراكشن الكفايه، تقدر ان انت تركب البروسيدير بتاعتك تمشي معاك عادي. راحوا بصوا الكونسلتنت، تعالى كونسلتنت حاسب ان الدي دي او الدلتا دي او اللي هو مقدار الكونتراكشن اللي هيحصل بيساوي الدي اللي هو الدايمتر بتاع الترانيون في الالفا اللي هي الثيرمال اكسبانشن كوفيشنت في الدلتا تي. جميل قوي، سيمبل جدا جدا جدا، ما فيهاش اي نوع من التعقيد. طب الدايمتر يا عم بتاع الترانيون قد ايه؟ الدايمتر بتاعك اللي جاي لك اوريدي عند درجه حراره الغرفه العاديه هي بيساوي 12.363 انش. جميل جميل. والالفا اللي هو الثيرمال كوفيشنت بتاع الحديد بيساوي 6.47 × 10⁻⁶.
جميل جدا. والدلتا تي بيساوي ماينس 108 ناقص 80، لان ده دي درجه حراره الدراي ايس الكحول. الميكسر ده بيبقى درجه حرارته تقريبا ماينس 108، وال 80 فهرنهايت دي اللي هي درجه الحراره بتاعت الغرفه، فاصبح ان انت عندك الدلتا تي بتساوي ماينس 188. احسب حسبتك طلعت ان هي الكونتراكشن هيساوي ماينس 0.015.04. جميل جدا، يبقى انت كده حساباتك معاك مظبوطه تماما تماما تماما. ايه المشكله؟ خلاص انا وصفت المشكله وشفت الدنيا، تعالى بقى ايه نبدا ندور على الحل. الحل بيقول ايه؟ انت خلاص انا عرفت المشكله، لا تعالى بقى انا هبدا ابلد ايه موديل جديد، هبدا اشوف الموديل اللي انت ماشي عليه ده صح ولا لا، هبدا اراجع الداتا بتاعتي. جميل. فبصوا على الثيرمال اكسبانشن كوفيشنت، علاقته مع درجه الحراره، لقوا ان الثيرمال اكسبانشن كوفيشنت ده مع درجه الحراره ما هوش لينير، يعني علاقته ما هيش علاقه لينير، وبالتالي ما ينفعش مع المعادله دي. ما هو معنى ان انت معتمد ان الالفا مع الدلتا تي ده او الالفا مع الحراره لينير، فهو عشان كده ما ايه ما فرقتش معاه، هو قال انا هحط الالفا وعندي دلتا تي وخلاص على كده والدنيا ماشيه، فاوريدي الايه الاسلوب ثابت معايا، فما عنديش اي مشكله في اي رينج، وبالتالي حط كل الموضوع ان الالفا ايه المشكله، خلاص هي الالفا عند دلتا تي معينه وليكن هنا هنا ده لينير، الاسلوب بتاعه هيبقى ثابت فما فيش عندي مشاكل. بس ده مش لينير، مش لينير، يبقى انا لازم ايه اجنريت موديل جديد. طيب تعالى بقى نشوف ايه الموضوع. لو ان الموضوع عشان احله انا بالطريقه دي، ودي اللي هنتعلمه بعد كده، ان الدلتا دي ده بيساوي دي، لازم تعمل تكامل من التي اي للتي سي. تي اي اللي هي درجه حراره، درجه الحراره اللي انت هتبدا عندها اللي هي درجه حراره الغرفه، والتي سي دي اللي هي ايه درجه حراره الكولد ميكسشر بتاعك. فالف نفس المعادله، ولكن هي تمت في التكامل لان الالفا فانكشن في الايه في التمبريتشر، فلازم تعمل تكامل الفا تي في الدلتا تي. يبقى انا لازم اعمل هنا جزء الايه تكامل، هو ما عملش اصلا، ما حطش في حساباته. نرجع تاني هنلاقي ان المعادله بتقول ايه، هو اصلا ما حطش في حساباته ان الالفا ده بيتغير مع درجه الحراره اساسا، هو حط ان الالفا ده قيمه ثابته ما عندوش اي مشكله فيها، عند درجه حراره معينه هو هيسلكتها وخلاص، واكسبت على كده وحطها زي ما هو هنا عوض او عمل المعادله بتاعته، وحط ان الالفا بتساوي 6.47 اس 6، معتمد انها كالفا كقيمه اوريدي ثابته، لان زي ما قلنا مش هتتاثر في الايه بالاسلوب، اسلوب اوريدي ده خط مستقيم، فاوريدي الدلتا تي مش مهم، يعني هو الفرق بس المهم عندي الدلتا تي كام، كده كده الالفا هتطلع في الاخر قيمه ثابته. ولكن الحقيقه ان هو لما جم عملنا تشيك لقينا بصينا لقينا ان لا ده مش ايه، ده مش لينير زي ما احنا شايفين، فمعنى ان هو مش لينير يبقى لازم انا جنريت موديول جديد. الموديول الجديد ده معتمد اصلا على ايه؟ معتمد على الانتجريشن، ماثيماتيكال اهو، انتجريشن، لازم اعمل انتجريشن الفا، لان الالفا دلوقتي بتاثر بدرجه الحراره. جميل جدا، بس المشكله ان انا عايز دلوقتي اجيب اكسبريشن للايه للعلاقه دي. جميل جدا، بدا هنا تخش بقى نيوميريكال ميثود تلعب دورها الرهيب، طريقه معينه اسمها ريجريشن، ده هنشرحها بعدين ازاي اقدر ان انا استخدمها. هي دي اللي حلت الازمه دي، هنتعلمها قدام. جميل جدا، بصينا لقينا ان الدلتا دي هو هي زي نفس الكلام، ما فيش اصلا جديد، الدايمتر بتاع الترانيوم تي اي لغايه تي سي تكامل، الفا ثيرمال اكسبانشن كوفيشنت لانه فانكشن في درجه الحراره فعملت له دلتا تي، التي اي بتاعتي 80 فهرنهايت اللي هي درجه حراره الغرفه، التي سي تي كولد بتساوي ماينس 108، الدي بتساوي 12.363، مفيش اي حاجه اتغيرت، احنا دلوقتي هنعيد حسابات بس بالموديل الايه الجديد عشان نعرف ايه اللي حاصل بس. جميل جدا، فاضل لنا بس ان احنا نجيب اكسبريشن للالفا، لان انا عندي دلوقتي ان الالفا دي ايه؟ هعملها ازاي؟ الالفا دي في درجه حراره، فانكشن في درجه حراره، فين الفانكشن دي حتى عشان خاطر ينفع ان انا ابدا اعمل تكامل؟ عن طريق عمليه الريجريشن زي ما احنا قلنا، لقينا ان الالفا دي بتساوي ماينس 1.2 في 10 اس ناقص 5 تي سكوير زائد 6.1 في 10 اس ناقص 3 تي زائد 6.15. عوضنا بالالفا دي هنا وعملنا التكامل، وده برضه هنشرحه التكامل عامل ازاي طبعا الناس اللي عارفاه، طبعا الموضوع بسيط جدا ان شاء الله. فحسبنا الحسبه دي طلعت
الدلتا دي او الكونتراكشن بيساوي ماينس 0.0137 انش. اذا 0.013 ده انت كنت عامل حساباتك ان هو 0.015، وده اللي المفروض كان يبقى 0.015 او اكتر. يبقى هنا لازم يحصل الايه؟ لازم يحصل الاستك. يبقى ما ينفعش اصلا معاك الموضوع ده، ما ينفعش معاك الدراي ايس الكحول ده، انت محتاج ان انت تنزل درجه الحراره اكتر. ولذلك انا بعد ما جنريت الموديول ابدا اقول الايه؟ المقترح، المقترح بتاعي اللي هو ايه؟ لا ده انت ممكن تستخدم الايه؟ النيتروجين، ليكويد نيتروجين. ليكويد نيتروجين هينزل لك درجه الحراره لغايه ماينس 321 فهرنهايت، اللي هيضمن لك الكونتراكشن بتساوي ماينس 0.0244 انش، وبالتالي تقدر تتم العمليه بشكل سلس وبسيط. شفنا بقى قد ايه؟ ازاي ان انت تعتمد على موديول في الاول غلط وبعدين ما تقدرش ان انت تطلع ايرور ممكن يكلفك قد ايه؟ دي اول حاجه. يبقى دي اهم حاجه لازم نبقى عارفينها، ان انا لما لازم ان انا اقدر ان انا استخدم موديول مناسب، دي حاجه. تاني حاجه، لو انت ما عندكش السيرم يعني النيوميريكال ميثود المناسبه عشان تحل بيها الموديل ده، طب هتعرف تحله ازاي؟ هتقدر تطلع قيم ازاي لو هو اساسا انت استخدمته بشكل خاطئ؟ هتبني اصلا عليه قرار، يبقى اوريدي هيبقى قرار خاطئ، هيكلفك تكاليف تانية. ملخص الموضوع ببساطه او ملخص المشكله اللي حصلت دي ببساطه، اول حاجه ان وصفنا بروبلم زي بوينت نمبر 1 زي ما شايفينها، الترانيوم جوت ستاك ان ذا هاب، شيء واضح جدا. تاني حاجه عملنا تطوير او استخدمنا نيو موديل، الموديل بتاعك يا عم ما ينفعش دلوقتي، الموديل ده انت عامله غلط، لازم ان انا اراجع تاني عليه. راجعت تاني عليه لا لقيت ما ينفعش. تالت حاجه، ممكن ان انا كنت احل موديل بتاعي بالطريقه دي، او ممكن كنت احلها مثلا بالريجريشن او انت عند انتجريشن، بختار السلكت الموديل بتاعي اللي احنا المره دي اخترنا ايه، ريجريشن وعند انتجريشن، وطلعت اساسا بعد كده على اساسه بدات اخد القرار ان انت لازم تستخدم الليكويد ايه؟ نيتروجين. ده ببساطه كده الموضوع، ودي مقدمة ولسه ليها جزء تاني هنكمله فيه مع بعض ونشوف بقية المقدمة. اتمنى ان انتوا تكونوا استمتعتوا معنا بالجزء ده، وان شاء الله هستناكم في الجزء التاني. ومعاكم مهندس محمد الحضري من نيوكلاس اكاديمي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.